بكرته يعني عادي سعودي، كلنا سعوديين. تخيل انا سعودي. والله الحمد لله والله غنائم. في نصر الله من عند الله. زين على هذا. سمي لنا القدائر. يا ربي لك الحمد ومن نصر الله من عند الله. هذه أحد الغنائم التي تم اغتنامها من قبل أبطال جوليان الشعبية. جماعة الحوثي تستلم شحنة أسلحة كاملة من التحالف في مأرب. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. كشف الدكتور خالد الشميري المستشار السياسي لقائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد صالح عن استلام جماعة الحوثي في محافظة مأرب شحنة أسلحة كان التحالف العربي قد أرسلها إلى مأرب قبل أيام. وقال الشميري في تغريدة على حسابه بمنصة التدوين المصغر تويتر أن شحنة سلاح وصلت قبل 4 أيام إلى مأرب من التحالف واستلمتها في حينها قيادات عسكرية إخوانية. وأضاف أن قوات حزب الإصلاح في مأرب سلمت اليوم شحنة الأسلحة المذكورة بكاملها لجماعة الحوثي. وواجه الشميري اللوم للتحالف العربي بسبب ما وصفه عدم استيعاب التحالف للدرس من خيانات حزب الإصلاح السابقة وتسليمهم معسكرات بكامل سلاحها ومجنديها لجماعة الحوثي. يشار إلى أن مقاتلي جماعة الحوثي تواصل التقدم بشكل متسارع في جبهات محافظة مأرب وباتت أقرب إلى السيطرة على المدينة من أي وقت مضى بحسب مصادر عسكرية ومراقبين، في ظل اتهامات لحزب الإصلاح بالتخادم مع الحوثيين وتسليمهم مديريات بكاملها دون قتال في مأرب وشبوة.